قانونية، أبعد نقطة قانونية لكي نؤكد على الحق ونثق في اللجنة العليا للانتخابات والنتائج التي ستصدر عنها. تاني بأكد لكم حملة الفريق أحمد شفيق مستعدة للذهاب إلى أبعد نقطة قانونية لكي تؤكد وتثبت أنه رئيس مصر قادم بإذن الله وبإرادة الناخبين. في يا فندم هيبقى في أسئلة وأجوبة، هيبقى في أسئلة وأجوبة. إحنا الحقيقة وصل لنا إن الحملة الأخرى حملة الدكتور محمد مرسي بتوزع كتيب على السادة الصحفيين وعلى الإعلام بيكلموا فيه عن نتائج الانتخابات وبيتضمن ما يدعون أنه صور محاضر اللجان. حد هنا معاه 13,000 ورقة فيها كل المحاضر بتاعت اللجان؟ احنا متأكدين الكلام ده مش صحيح. المصدر الأساسي للكلام ده اللجنة العليا، وفي لازم تتأكدوا أن ما نستند إليه هو كتاب اللجنة العليا للانتخابات وليس أي كتاب يوزع عن أي جهة أخرى أو أي حملة أخرى. بنتوجه إلى مؤيدي الفريق أحمد شفيق في كل مكان في مصر، بنقول لهم لا تنخدعوا بأي دعاية كاذبة أو تلفيقات، افرحوا ولا تحبطوا. نقول لمؤيدي الفريق شفيق انتم 13 مليون نسمة، 13 مليون نسمة لها الحق انها تفرح وتعبر عن مشاعرها، افرحوا وعبروا عن مشاعركم، لكن سيادة الفريق يتوقع منكم ان يكون هذا الفرح سلميا وبالاسلوب اللي احنا متعودين عليه ما بين المصريين. الفريق احمد شفيق الحقيقة بيأكد لنا، ولما كل مرة بيتكلم معانا بيأكد لنا ان احنا خدنا، واحنا عارفين ذلك وكلكم تعلموا ذلك، خدنا حملة شرسة للغاية. كان مختلف أعضاء الحملة معاه، هو هناهم كلهم للجهد الذي بذلوه على مدار الشهور اللي فاتت كل أعضاء الحملة، وهو بنفسه هيشارك الجميع في الاحتفالات بإذن الله بعد أن يتم الإعلان رسميا عن فوزه المؤكد بإذن الله وبإرادة الناخبين. بنشكر حضراتكم في النهاية وهنفتح المجال للأسئلة والأجوبة. لو سمحت يا جماعه معلش هو مش هيبقى في مكان. طيب احنا ناخد الاسئله بالدور انا وزميلي كريم، هناخد هبه الاول، اتفضلي. تعالي سحر. لا اتفضلي. طيب خليني انا ارد على السؤال ده. في ناس كتير بتسال هي حمله دكتور مرسي والارقام اللي احنا سمعناها دي جايه منين. الساعه 3 الفجر قبل ما ينتهي الفرز في نصف اللجان هم جريوا وعملوا مؤتمر صحفي، اللي يصحى من النوم النهارده يعلن نفسه رئيس جمهوريه. حضرته وحملته اعلنوا ارقام غير صحيحه اربكت مصر كلها. وسائل الاعلام ما عندهاش مندوبين في كل اللجان، لجأوا إلى حملة الدكتور مرسي. أرقامكم إيه؟ فبقوا ينقلوا عنه. الأرقام اللي اتنقلت كلها غير صحيحة. أرقام أصوات باطلة، أرقام أصوات أضيفت لحملتهم بالغلط. وفي نفس الوقت اللي أنا عايز أأكد عليه إن كل المحاضر اللي طلعوها أغلبها يعني غير صحيحة. فاللي حصل إن الإعلام حب يجاري الارقام بتاعه الدكتور مرسي بتاعه حملته وبدا يتنافس، لان للاسف احنا اول مره نشهد انتخابات رئاسيه حره
أول مرة نشهد فرز على الهواء، فكثير من وسائل الإعلام تنافست مع بعضها البعض مين اللي يقدر يطلع البيانات أو الأرقام الأول. أؤكد مرة تانية كلام زميلي الدكتور كريم، لدينا الأرقام الصحيحة، متأكدين أن الرئيس القادم هو الفريق أحمد شفيق. هأكد تاني، لا هأكد تاني، أولا إحنا مش جهة إعلان أرقام، جهة إحنا حتى هذه اللحظة بدون الطعون، أكد على الكلمة دي، بدون الطعون لسه متقدمين بما يقترب النص مليون صوت، ولكن لسنا جهة إعلان أرقام. التزمنا من الأول إننا ما نعلنش أرقام، لا نفتأت على حق اللجنة العليا في إعلان الأرقام. فوجئنا بالحملة الأخرى بتعمل تسونامي إعلامي لم يسبق له مثيل، تسونامي إعلامي، وإحنا مش هنعمل زيهم أو نجري وراهم، كلها يومين كلها ساعات ويعلن الرئيس القادم. تفضل، في سؤال هنا، تفضل. لا لا رئيسين ايه؟ لا 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 اقول لك يا فندم، لا 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 الخميس طيب. سيعلن الرئيس. بص يا جماعه فضل. الموضوع اتفضل، خليني فضل. بس انا اتفضل، معروف ان كل لجنه فرعيه بيجي في النهايه بيديني ورقه وبيديني ورقه، انا ليه ما عملتش حصر الكلام ده كله عشان تطمن الناس؟ انا مش قادر اعصابي تستنى لغايه ما استنى الرقم الخليجي. اتفضل، قول لي حضرتك اعمل اتفضل ونزل الحاجات دي كلها عليك. اتفضل، وقول لي مؤشرات تطلع زياده 5% او 1% 2%، انما ابقى عارف انا يعني. انا اجبت على السؤال ده من طيب. شويه، بس ممكن كريم يعيده تاني. تمام يا فندم، حضرتك اعصابك مش قادر اتخيل بقى. طيب ماشي، لا يا ربنا يديك الصحه. طيب دي تجربه الحقيقه اللي احنا شايفينه، كلنا ارتضينا ان احنا نخش هذه الانتخابات وهذه المعترك السياسي. انتخابات الرئاسه لها جدول، مرحلة أولى، مرحلة تانية، يوم السبت والحد الناس بتنتخب وبتدلي بصوتها، يوم الاثنين في فترة، يوم التلات اللي هو النهاردة تقديم الطعون، والأربع ثم إعلان النتيجة. إحنا أو الحملة الأخرى لسنا جهات إعلان نتيجة، بنؤكد على ذلك. إحنا أو الحملة الأخرى لنا تقديرات، إحنا أو الحملة الأخرى بنلتزم بما سيعلن يوم الخميس من اللجنة العليا. أيا كان ما يتم رصده فهو تقديرات، كما أكد زميلي سرحان، مهندس أحمد سرحان، لازال طبقا للتقديرات بتاعتنا احنا بنتكلم في حدود 51.5% تقدم الفريق أحمد شفيق. فضل يا فندم، فضل يا فندم، حاضر هجيلك. ازاي هو 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 يا باشمهندس بداية الحقيقه المرشح الاخر دكتور محمد مرسي يعني عمل سابقه الاولى من نوعها اعتقد في العالم، انه يبقى هو مرشح وبيعلن ان هو الفائز بالنتيجه لسه في وقت كان الفرز ما حصلش تلت الصناديق. دي نقطه. النقطه الثانيه، الحقيقه لو ما كانش الاخوان تسرعوا بعقد مؤتمر الساعة 4 ولا 4:30 الفجر يومها، ما كناش كلنا جبناكم في الحر ده، وانا زي ما انتم شايفين حران كده، وزميلي احمد سرحان عامل كده، لكن الحقيقة احنا لازم نعمل الكلام ده علشان ما يبقاش في لخبطة عند الناس دي. تاني بأكد، الجهة الوحيدة المسؤولة والجميع يجب ان يلتزم بها هي اللجنة العليا. اتفضلي ثانية يا فندم. طيب التلفزيون اليومية اليوم معظمها أكدت بنجاح الدكتور محمد مرسي، ولكنها كانت هناك أرقام لا
متفرقه ما بين صحيفه واخرى، فما صحه هذه الارقام؟ وهل الجرائد الرسميه اللي طلعتنا النهارده بنشر الاخبار المؤكده التي تؤكد نجاح المرشح الاخر ماذا صحتها؟ وليه ودي جرائد رسميه متحدده بتتكلم باسم البلد، من اين جاءت هذه الارقام؟ هل جاءت من الحمله الاخرى ام جاءت من اين بالضبط؟ واذا لا التلفزيون ما اعلنش. لا 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 لم يعلن التلفزيون المصري، لم يعلن، لكن اتحدث ماشي عما جاء بالصحف الرسميه تمام المصريه تمام اليوم. تمام تمام الصحف الرسميه اعلنت اليوم نتائج جميع المحافظات بجميع محافظات جمهوريه مصر العربيه بالارقام ومؤكده، جريده زي الاخبار، جريده زي الاهرام، جريده زي الجمهوريه مش هتكتب ارقام غير حقيقيه، فانا عايز حضرتك رد حضرتك ايه النهارده وانت تؤكد عكس ما جاء بالصحف الرسميه. تمام. بص يا فندم، هو بس حضرتك انا باكدك ان موضوع الصحف الرسميه والصحف الغير رسميه دي خلاص، يعني برضه في حاجه اسمها اعلام بشكل اغلب القنوات المختلفه او الصحف المختلفه تلاقوا اكتر من نفس الارقام. احنا الحمله الاخرى عندها تقديرات، ولكن احنا بنأكد تاني للمرة العاشرة، احنا عارفين ان احنا تقدم تعالى زين سهل تعالى طيب. هو يعني الدكتور كريم كان قال ان مفيش حد في حضراتكم يا جماعه عنده 13000 محضر، كتيب لو كان 20000 ورقه حتى يبلوه ويشربوا ميته. باختصار شديد احب اكد على حاجه يا جماعه، احب اكد لل 13 مليون مصري اللي اعطوا اصواتهم لفريق احمد شفيق. الحمله الاخرى نكدت عليكم امبارح، نكدت على مصر كلها، مصر هتفضل مدنيه، مصر هتفضل دوله مدنيه. افرحوا لو عايزين، انبسطوا لو عايزين، ما تخلوش حد ابدا يسرق منكم فرحتكم. الكلام ده ل 13 مليون مصري وملايين قعدوا في البيوت النهارده. ناس كتير كلمتني، انا ندمان ان انا ما نزلتش انتخبت، ناس بتعيط في التليفون، بتعيطوا ليه؟ افرحوا زي ما انتوا عايزين وبهدوء وبتحضر. اتفضل الطاعون. الارقام اللي انا هقول الطاعون، الارقام اللي احنا تحدثنا عنها انا وزميلي الدكتور كريم، كل ده قبل الطاعون. احنا مقدمين مجموعه من الطاعون فيها بعض، فيها العدد ما يفرقش يا محمد على فكره، عدد الطاعون ما يفرقش. خلي بالكم ان في كارثه حصلت في المطابع الاميريه، لو ويتم التحقيق فيها حاليا، لو ثبت وفي تحقيق ثبت، لو ثبت انها وصلت الى عدد كافي من اللجان، اعتقد وصلت 12 محافظه على فكره، ممكن جدا تاثر على مليون صوت فوق اللي انا قلت لكم عليهم، فوق النص مليون اللي احنا متقدمين بيها. الطاعون خطيره للغايه، هناك تحقيق في النيابه سيكشف عن فضيحه تحدثنا عنها، فضيحه كارثه، ان يوصل حد الى المطابع الى الطباعه المؤمنه ويتلاعب فيها. تمام. هناخد ده بالنسبه للطعون. هناخد سؤال حضرتك. حضرتك اتفضل اتفضل. حاضر. كل قيم الديمقراطية الشاملة وهي أساسها القانون ودولة القانون وسيادة القانون، في مراحل احنا كلنا عارفينها زي ما قلت لحضرتك فيما يتعلق بالعملية الانتخابية، وملتزمين بها وملتزمين بما يصدر عن اللجنة
العليا للانتخابات. اتفضل يا فندم. بس هناخد سؤال اخير يا فندم. اتفضل. تمام. لا مش عجينة. لا لا اعتقد ان احنا لا يا فندم. احنا تاني باكد لك ما كانش من ال من ال ما كانش من الطبيعي وما كانش من اللائق وما كانش من المتعارف عليه وما كانش فرصة طيبة ان احنا نشوف المرشح الاخر الدكتور محمد مرسي يظهر على شاشات التلفزيون يوم اول امبارح الساعة 4:15 فجرا ويطلع علينا باعلان فوزه. ده الحقيقة يعني عملية استباق للاحداث بشكل غريب جدا. بالتالي احنا كحملة وكفريق عمل نقدر نعمل كده، وزي ما اكدنا قبل كده باذن الله فريق احمد شفيق هيكون موجود في الاحتفالات بفوزه. وهناخد بعد اذنك بس كمان سؤال. اخر سؤال يا فندم. اتفضل. اخر سؤال، لو في سؤال بالانجلش بس. ماشي. معلش يا سيده. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. من غير مايك يا فندم. اتفضلي. طيب اتفضلي. شكرا. طيب شكرا يا فندم. يعني انا هقول لحضرتك بس انا أأكد على النقطه دي بالانجلش عشان في حد طالب سؤال بالانجلش. اوكي فيها. تمام كده. شكرا يا جماعه. مشكوركم على كل شاكرين يا جماعه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. دلوقتي.